السيدات والسادة، أهلا بكم في حلقة جديدة من نبض بلد. جدل كبير شهدته أروقة مجلس النواب الأردني عندما طرح أحد أعضائه حق استجواب رئيس الوزراء الأسبوع المنصرم، ومع أن انتهت الجلسة بسحب النائب رول الحروب مذكرتها بطرح الثقة برئيس الوزراء لعدم اقتناعها برد الحكومة عن استجواب يتعلق برفع أسعار مقطوعية المياه، حتى انقسم مجلس النواب إلى فريقين يتسلح كل منهم بنصوص الدستور. الأول يدعو إلى إنهاء نقاشه في الاستجواب باعتبار أنه يخالف نصوص الدستور الأردني والنظام الداخلي لمجلس النواب، بينما دعا الفريق الثاني إلى الاستمرار بإجراءات استكمال إجراءات الاستجواب بعد أن استمع مجلس النواب إلى رد وزير المياه والري حازم الناصر على الاستجواب. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. شهدت جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح اليوم نقاشا حول عنوان برز بشكل لافت، وهو دستورية استجواب النواب لرئيس الوزراء الدكتور عبد الله نسور، وسط خلافات حادة بين النواب واحتدام النقاش بينهم. قبيل بدء الجلسة عبر النائب عبد الكريم الدغمي عن استهجانه للحديث عن عدم دستورية استجواب النواب لرئيس الوزراء. هذا التفسير مخالف لأصول التفسير الذي استقر عليه الفقه والقضاء، لكن المؤسف أن رئيس الوزراء الذي يعتبره الكثيرون برلمانيا عريقا قد استمرأ الفكرة وطابت له وهو يعلم علم اليقين عدم صحتها، لكنها تعطيها حصانة غير موجودة لم يقررها الدستور ولم يقل بها أحد سواء في مجال الفقه أو القضاء، فرحب بها والتقطها وأخذ يستدل عليها من بعض نصوص الدستور، وهو ما يسمى بفقه التفسير، وأنا ليس من عندي هذا من مراجع، الاستدلال الفاسد، لأن نصوص الدستور العتيد لا تؤخذ بهذه الطريقة ولا يتم تفسيرها بهذه البساطة التي تتهاوى أمام منطق وروح ونصوص الدستور الواضح. آراء نيابية اتفقت مع النائب الدغمي، وأخرى أوضحت تفاصيل قيل أنها غابت عن أذهان البعض. نحن لم نحصن رئيس الحكومة في الجلسة السابقة، نحن قلنا أنه لا يستجوب فقط في حالات. خلينا بالسؤال يا حسين، يعني لا تكرر. أقل من دقيقة يا سيدي، احنا قلنا فوت بالسؤال يا سيدي، دقيقة أقل من دقيقة. لا يستجوب الرئيس إذا كان السؤال بخصوص وزارة معينة، أما في السياسات العامة للدولة وإنما هو وزير كوزيرا للدفاع أو وزيرا في أمانة عمان أو وزيرا في الهيئات المستقلة فأنه يستجوب. هذا تصحيح لواقعة ادعى فيها الزميل مصطفى ياغي بأننا نريد أن نحصن رئيس الوزراء. لا. وكان مجلس النواب ترك مسألة حق أعضائه استجواب رئيس الوزراء دون حسم بعد جدل دستوري استغرق جلسة المجلس الأسبوع الماضي، وانقسم مجلس النواب حينها بعد إعلان النائب رولاء الحروب نيتها طرح الثقة بالحكومة إلى فريقين يتسلح كل منهم بنصوص من الدستور، حيث دعا الفريق الأول رئيس المجلس بالإنابة مصطفى العماوي إلى استخدام صلاحياته لإنهاء النقاش في الاستجواب باعتبار أنه يخالف نصوص الدستور الأردني والنظام الداخلي لمجلس النواب، وبالمقابل طالب الفريق الثاني باستمرار إجراءات الاستجواب، حيث شدد النواب من هذا الفريق على أن استجواب رئيس الوزراء لا يخالف الدستور الأردني. الجدل استمر طويلا وسط إصرار الفريقين على أنه على صواب وأن ما يتسلح به من نصوص الدستور يجب أن تطبق، في ظل ضبابية في الموقف الحالي حول وجود ثغرة دستورية ومدى قدرة النواب على استجواب الرئيس وفريقه الوزاري. وبالعودة إلى الدستور، وجدنا عددا من المواد ذات العلاقة ومنها المادة رقم 45/1 والتي تنص على ما يلي: تطرح وثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب، بينما تشير المادة رقم 96 إلى ما يلي: لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة واستجوابات حول أي أمر من الأمور العامة وفقا لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس الذي ينتمي إليه ذلك العضو. إذن نحن اليوم أمام سؤال دستوري هام: هل رئيس الوزراء محصن من الاستجواب؟ هل نحن أمام ثغرة دستورية؟
كل هذه الأسئلة نناقشها مع ضيفينا رئيس اللجنة القانونية النيابية عبد المنعم العدات وعضو المبادرة النيابية حديث الخرشة. الحوار يبدأ بعد فاصل قصير. أهلا بكم، نبدأ حوارنا لهذه الليلة وأرحب بضيفي الكريمين رئيس اللجنة القانونية النيابية عبد المنعم العدات، أهلا بك، شرفنا بحضورك. أهلا أخي محمد. وعضو المبادرة النيابية المهندس حديث الخرشة، أهلا بك، شرفنا بحضورك. أهلا بك، شكرا. بداية أذكر بسؤال شارك الليلة عبر تطبيق رؤية، والسؤال يقول: هل تعتقد بحق النواب باستجواب رئيس الوزراء والإجابة بنعم أو لا؟ مرة أخرى، سؤال شارك الليلة عبر تطبيق رؤية، السؤال يقول: هل تعتقد بحق النواب باستجواب رئيس الوزراء والإجابة بنعم أو لا؟ أستاذ عبد المنعم أهلا بك مرة أخرى، أهلا بك مهندس حديثة. نبدأ الحوار من يعني في حديثنا عن الدستور. إحنا اليوم في العام 2016، دستورنا 52 وتعديلات، وبعد 60 سنة اليوم نسأل أو نناقش دستورية استجواب رئيس الوزراء، شو اللي بيصير؟ شكرا أخي محمد على هذه الاستضافة لتسليط الضوء على الجدل الدائر في مجلس النواب وفي الشارع وبين القانونيين حول ما أثير في جلسة يوم الثلاثاء الماضي حول الاستجواب المقدم من الزميلة نائب رولا الحروب لدولة رئيس الوزراء، وثار جدل حقيقة من بعض الزملاء يعني أنه لا يجوز استجواب دولة رئيس الوزراء لأن النظام الداخلي نص على محاسبة الوزراء، ولم يرد أي نص في النظام الداخلي. هكذا كانت وجهة النظر التي نادت بأنه لا يجوز استجواب رئيس الوزراء في ذلك الاستجواب، كون أن النظام الداخلي لمجلس النواب نص على محاسبة الوزراء ولم ينص صراحة على استجواب رئيس الوزراء. في الحقيقة يعني باعتقادي هذا يعني تسرع وفهم سريع للدور الرقابي الذي منحه الدستور لأعضاء مجلس النواب. وأنت تعلم أخي محمد أن دستورنا الأردني أخذ بمبدأ التوازن ما بين السلطات، إذ أطلق للسلطة التنفيذية ممارسة ولايتها العامة وإدارة شؤون البلاد، ومنح للسلطة التشريعية دور الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية. ومن أدوار الرقابة الذي منحها لمجلس النواب بالإضافة إلى حجب الثقة طرح الثقة بالحكومة هي السؤال وتوجيه السؤال والاستجواب للنائب، أي بإمكان النائب أن يوجه للحكومة السؤال واستجواب رئيس الوزراء واستجواب أي من الوزراء في أي شأن من شؤون التي تخصهم. وهنا نعود إلى المرجع الأساسي، حتى لو اختلفنا على فهم النظام الداخلي فلا بد أن نرجع إلى المرجع الأساسي الذي يحكمنا جميعا، وهو الدستور، وهو الأب الشرعي للنظام الداخلي ولكل القوانين المعمول فيها. فلو عدنا إلى الدستور الأردني في المادة 96 منه لنجد وبنظرة سريعة إلى أنه أعطى الحق، المادة 96 أعطى الحق. اسمعي، نستعرضها المادة 96. نعم. حتى تكون نعم. الأمور أوضح. نعم. المادة نعم. 96 نعم. لكل عضو من أعضاء مجلسي نعم. الأعيان والنواب نعم. أن يوجه نعم. إلى الوزراء أسئلة واستجوابات نعم. حول أي أمر من الأمور العامة وفقا لما هو منصوص عليه نعم. في النظام نعم. الداخلي للمجلس الذي نعم. منه ذلك. طب اسمح نعم. لي أن يوجه إلى الوزراء نعم. مرة أخرى. ما هو هذا هو الشرح الذي أود أن أدخل فيه، وسؤالك في مكانه. طيب. وهذا ما التبس الأمر على كثير أو على البعض عندما نادى وقال أن النظام الداخلي لا أو المادة 96 نادت باستجواب الوزراء ولم تنص على استجواب رئيس الوزراء. أولا، بعض الزملاء الذين نادوا بأنه لا يجوز استجواب رئيس الوزراء وأنه يجوز توجيه السؤال إلى رئيس الوزراء، وقالوا أنه لا يجوز توجيه الاستجواب، بينما المادة 96 من الدستور هي أعطت الحق بتوجيه السؤال وتوجيه الاستجواب في آن واحد. وهنا نعود إلى مبدأ وآلية التفسير لنصوص وأحكام الدستور. لا يمكن لي أن أصل إلى مراد أو الفكرة التي أرادها المشرع الدستوري من حكم المادة 96 إلا بقراءة نصوص الدستور مجتمعة، ولا يمكن لي أن أقتبس مادة معينة وأقول أن هكذا أراد المشرع.
المعروف بتفسير نصوص الدستور أن نصوص الدستور مجتمعة، تقرأ مجتمعة، ولا يجوز لي أن أقرأ مادة بعينها وأقول هكذا أراد المشرع الدستوري. بمعنى ذلك أن النصوص الدستورية لا تتعارض فيما بينها ولا تتهاتر، ويكمل كل بعضها البعض في إطار الغرض الذي وجدت من أجله. وهذا ما يسمى بالوحدة العضوية لنصوص الدستور، أي أن نصوص الدستور تقرأ مجتمعة، وبالتالي أريد أن أصل إلى ما ابتغاه المشرع الدستوري من خلال القراءة المجتمعة لنصوص الدستور. وهنا بالعودة إلى السؤال الذي تفضلت به وما التبس فيه الأمر على الكثير حول أن الاستجواب يوجه إلى الوزير، إلى الوزراء، ولا يوجه إلى رئيس الوزراء، أقول ابتداء حتى أبحث في مبتغى ومراد المشرع الدستوري لابد من عودة إلى نصوص الدستور. بالعودة إلى نصوص الدستور مجتمعة، أبتدئها من المادة 26 من الدستور، عندما يقول تناط السلطة التنفيذية بجلالة الملك ويمارسها بواسطة وزرائه. إذن كلمة وزرائه على ماذا انصرفت؟ انصرفت على رئيس الوزراء وهيئة الوزارة بأكملها. عندما أقول لا يلي منصب الوزارة وما في حكمها إلا أردني الجنسية، اللي يحمل الجنسية الأردنية، هل معنى ذلك أن هذا النص انصرف إلى الوزير ولا ينصرف إلى رئيس الحكومة؟ بمعنى ذلك أنه يجوز أن يكون هنالك رئيس حكومة لا يحمل الجنسية الأردنية؟ لا سيدي، ما هو هذا التفسير يعني مجتمع، لا يجوز أن أجتزئه، لأنه إذا اجتزأته بتروح الفكرة. طيب إذا اسمح لي يا أخي محمد، ماشي تكرر. لا يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر أو هذا، هل هذا النص أي من أملاك الحكومة، هل هذا النص اقتصر فقط على الوزير أم انصرف إلى رئيس الوزراء والوزير؟ هنا أريد أن أجمع النصوص حتى أصل للفكرة ونأطر النقاش ونصل للفكرة اللي بني إياها. يحاكم الوزراء أمام المحاكم المدنية المختصة في عمان، ولا يجوز بحالة أي وزراء إلا بأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب. أعطى حصانة للوزراء، هاي الحصانة منحها للوزراء وأتى بلفظ الوزير، ولكن هنا لفظ الوزير أتى لي رئيس الوزراء ووزراء فريق الوزارة. نحن في الأنظمة، في النظام البرلماني وفي الأنظمة البرلمانية المقارنة والموجودة في الدول الشبيهة للنظام البرلماني الأردني، يسمى رئيس الوزراء الوزير الأول، وبالتالي رئيس الوزراء هو في حقيقته وزير، ولكنه يرأس مجلس الوزراء، وما ينطبق على الوزير ينطبق على رئيس الوزراء في هذا الشأن. والدليل على ذلك أيضا المادة الأخيرة من الدستور، ماذا تقول؟ تقول المادة الأخيرة من الدستور تقول، خليني أقرأها، يعمل بأحكام هذا الدستور هيئة الوزارة، المادة 131 من الدستور، هيئة الوزارة مكلفة بتنفيذ أحكام هذا الدستور. إذن هيئة الوزارة على ماذا تنصرف؟ تنصرف على الوزير والوزارة. ومن هنا أستدل على أن اللفظ الذي أطلق في المادة 96 من الدستور هو لفظ انطبق على رئيس الوزراء وعلى الوزير، وبالتالي ما ينطبق على الوزير واضح جدا ينطبق على رئيس الوزراء. واضح. مهندس حديثة، أسمع وجهة نظرك. يا سيدي مساء الخير بداية، ونشكرك على هذه الاستضافة. بتشرف. يعني أنا يعني دعني أعترف بداية أنني لست ذلك الضليع في القانون أو في الدستور، ولكن هي وجهة نظر أؤمن بها بموجب قراءتي للدستور وقراءتي للنظام الداخلي لمجلس النواب. حقيقة ما في شك أنه ورد كثير من المفردات في الدستور، ونذكر بعضها. نذكر ذكر الدستور رئيس الوزراء، وذكر الوزراء، وذكر مجلس الوزراء، وذكر هيئة الوزراء أخي عبد المنعم، وليست هيئة الوزارة في المادة 131 من الدستور، آخر مادة في الدستور. ذكر هيئة الوزراء ولم يذكر هيئة الوزارة. الحقيقة يعني دعونا نعترف بداية أنه نحن تحكمنا نصوص أكثر مما نحكم بموجب أعراف. نحن دولة يحكمها دستور مكتوب، ولا تحكمها أعراف مثل بعض الدول مثل بريطانيا تحكم بموجب أعراف برلمانية أو أعراف للدولة البريطانية. لا يوجد دستور في بريطانيا. في الأردن في دستور ومكتوب ومنصوص، فيه نصوص واضحة. ويأتي هنا الجدل في تفسير نصوص هذه أو تفسير هذه النصوص، نصوص الدستور. باعتقادي حتى
لا يفهم كلامي بأنني يعني لست مع محاسبة رئيس الوزراء. أنا مع أن يحاسب رئيس الوزراء والوزراء في أي وقت من الأوقات، ولكن كيف هي الآلية التي سيحاسب بها الوزير أو رئيس الوزراء أو الحكومة بالمجمل؟ الاستجواب ليس الوسيلة الوحيدة لمحاسبة رئيس الوزراء، إنما هناك بموجب مذكرة ممكن أن تقدم من قبل 10 أعضاء من مجلس النواب لعقد جلسة لمناقشة عامة بأي شأن من شؤون الدولة الأردنية، وبموجب هذه المذكرة أو بموجب مذكرة أخرى من 10 نواب ممكن أن تطرح الثقة في الحكومة. أنا أعتقد بأن رئيس الوزراء ممكن أن يستجوب بصفته وزيرا للدفاع أو بصفته وزيرا لبعض المؤسسات التي المستقلة التي يكون معرف الوزير المعني بهذه المؤسسة بأنه رئيس الوزراء، من الممكن أن محاسبتي عن هذه المؤسسات من خلال استجواب أو السؤال. أنا أعتقد أن الجدل الذي دار في مجلس النواب كان بسبب وجود، باعتقادي الشخصي وليسامحني الزملاء النواب وأخي عبد المنعم، اعتقادي أن الخطأ كان في النظام الداخلي. أخي الكريم، المادة 135 من النظام الداخلي واللي هي متعلقة بالاستجوابات، هي إحدى المواد الفصل 13 المتعلقة بالاستجوابات، الفقرة واو على ماذا تنص؟ تنص الفقرة واو بأنه للمستجوب إذا لم يقتنع برد الوزير أن يبين أسباب عدم اقتناعه، وله، انتبه، وله ولغيره من النواب طرح الثقة بالوزارة أو الوزير. طيب، مع مراعاة أحكام المادة 54، وهنا مربط الفرس. هذا النص في النظام الداخلي موجود في أنظمة مجلس النواب أعتقد منذ عقود طويلة. طيب، وأنا رجعت لآخر نظام لمجلس النواب الذي صدر في سنة 1996، وكان وهذا النص موجود كما هو في هذا النظام الذي أصدره مجلس النواب 17 في سنة 2013، هذا المجلس الحالي. عندما ذكر المادة 54، أنا رجعت إلى الدستور قبل سنة 2011. طيب، المادة 54 في الدستور قبل التعديلات التي تمت على الدستور الأردني في سنة 2012 ماذا تنص؟ تنص المادة 54 بأنه تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها إما بناء على طلب رئيس الوزراء، وإما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن 10 أعضاء من مجلس النواب. عندما كانت النص في النظام الداخلي السابق مع مراعاة المادة 54، إذا محكوم صاحب الاستجواب بأنه لا يستطيع أن يطرح الثقة في الحكومة أو برئيس الوزراء أو بأي وزير إلا إذا كان متوافقا مع المادة 54، وهو أن يحصل على 10 تواقيع من 10 نواب. طيب، الآن لما عدل النظام، عدل الدستور الأردني في سنة 2012، هذه المادة والمادة التي سبقتها المادة 53 من الدستور الأردني أعيد صياغتها بالكامل وأصبحت على النحو التالي. المادة 53 من الدستور الساري المفعول على ماذا تنص؟ المادة 53، 1، تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها إما بناء على طلب رئيس الوزراء، وإما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن 10 أعضاء من مجلس النواب. إذن هنا موضوع العشرة نواب وكيف تطرح الثقة، لأنه واضح جدا بالدستور الأردني قبل التعديل وبعد التعديل أنه لا يجوز طرح الثقة بموجب الدستور في الحكومة في الوزارة بالوزارة أو بأي وزير إلا بناء على طلب رئيس الوزراء أو بناء على طلب مقدم من 10 نواب. هذا شيء أعتقد أنه في أحد يختلف عليه. طيب، فهنا بالدستور عندما عدل في سنة 2012 أصبحت هذا الموضوع العشرة نواب مذكورة وين؟ في المادة رقم 53 وليس في المادة 54. المادة 54 اللي نشرتها قبل شوي ماذا تنص؟ هي تنص على الآلية،
هي تفسير وتوضيح لآلية الحساب، انه تطرح الثقة بالوزارة او باحد الوزراء امام مجلس النواب، انه هو الذي يطرح الثقة او يحجب الثقة مجلس النواب. طيب. ليس مثلا مجلس الاعيان. واضح. فقرة اثنين اذا قرأ، بس داني اكمل لانه هذا الموضوع فضل. هنا يعني المشكلة كلها هنا فقرة اثنين اذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالاكثرية المطلقة من مجموع عدد اعضاء وجب عليها ان تستقيل، واذا كان قرار عدم الثقة خاصا باحد الوزراء وجب عليه اعتزال منصبه. اذا مادة 54 هي مادة توضيحية للمادة الأساسية اللي هي مادة رقم 53. يعتقد الزملاء النواب بأنه بموجب الاستجواب، لأنه بالنظام الداخلي بيقول لك مع مراعاة أحكام المادة 54، يعتقد وأنا أفسر نص النظام بأنه النائب لوحده يستطيع أن يطرح الثقة بالحكومة، وهذا أمر مخالف للدستور. من هذا الباب أخي الكريم، أنا اندفعت باتجاه انه لا يجوز انك تستجوب رئيس الوزراء، لانه ما بدي انه نائب واحد يستطيع ان يطرح ثقة بالحكومة. الذي يستطيع ان يطرح ثقة بالحكومة 10 نواب، هذا شيء لا غبار عليه، وهذه وسيلة متاحة لمحاسبة رئيس الوزراء في اي وقت من الاوقات، سواء بسؤال بدون او بدون سؤال، باستجواب غير استجواب. فارجو ان لا يفهم انه موضوع استجواب رئيس الوزراء او عدم استجوابه شيء يحصن رئيس الوزراء من محاسبة ومراقبة مجلس النواب، هذا شيء في سلاح اخر في يد النواب، واضح جدا، وهو السلاح الرئيسي. موضوع الاستجواب، حتى موضوع الاستجواب شو وسيلتك انه انت تحاسب او تجبر رئيس الوزراء او الحكومة او الوزير انه مثلا يسير مسرى اخر؟ هو تهديدك له بالثقة، هو ما في غيره سلاح. الاستجواب هو عبارة عن تحقيق يبنى عليه، يبنى من هذا التحقيق يبنى عليه بأنه 10 نواب يستطيعوا أن يوقعوا مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة. واضح جدا، هذا وجهة طيب. نظري هذا حديث المهندس حديثة، ويعني هيك أنت إذا بدك تتركها، كل نائب بطرح ثقة بالزبط. كل نائب بستجوب وبدها 10 نواب. لا سيدي، إحنا يعني خلينا نأطر النقاش ونرجع للموضوع الحلقة اللي هو استجواب رئيس الوزراء. استجواب رئيس الوزراء. طيب. وهل يجوز استجواب رئيس الوزراء؟ وهل وماذا ينجم عن استجواب رئيس الوزراء؟ هو أنه يتم يحق للنائب الذي إذا لم يقتنع برد رئيس الوزراء أو الوزير المستجوب يحق له طرح الثقة في تلك الجلسة. وأعتقد المادة 54 لا تتحدث عن المادة 54 التي بين أيدينا لا تشترط، لا تشترط أن يكون هنالك عشرة، لأن هذا يخل حقيقة إخلالا صريحا بحق النائب ودوره الأساسي من خلال السؤال أو الاستجواب، وهذا السلاح الذي منحه إياه الدستور. ولكن الآن شو الرابط؟ نعم اسمح لي. نعم سيد العزيز، كيف تخيل احنا بنحكي عن الثقة؟ سيد العزيز، سيد العزيز، 53 ثقة. سيد العزيز، سيد العزيز، هلا احنا نتحدث عن السلاح الرقابي الذي منحه الدستور لمجلس النواب. هذا السلاح هو السؤال. السؤال اذا لم يقتنع صاحب السؤال بالجواب الذي قدم اليه يحق له تحويله الى استجواب. جميل. ويحق للمستجوب اذا لم يقتنع برد المستجوب ان يطرح الثقة بالوزير المستجوب أو بالوزارة كاملة، وطرح الثقة قد يكون في تلك الجلسة التي طالب فيها النائب طرح الثقة لعدم اقتناعه برد الجهة، وبالتالي تطرح الثقة بالحكومة ويتم التصويت على الثقة على ضوء طلب النائب المستجوب. يعني نائب واحد بس. نعم نعم يا سيدي، نعم يا سيدي، هذا يختلف اختلافا كليا. أنا عن هنا اختلف معك بانه هذا الامر مخالف للدستور. يا سيدي يا سيدي، هذا هذا احترام لك، هذا 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 موضوع مختلف عن حق 10 نواب او اكثر ان تقدموا مذكره لطرح الثقه بالحكومه. هذا موضوع مختلف عن الموضوع الذي نحن في صدده، وهو موضوع هو ممارسه النائب لدوره الرقابي. ومن حق النائب اذا لم يقتنع من خلال الاستجواب الذي قدم اليه برد الوزير المستجوب او رئيس الوزراء ان يطرح الثقه، وبالتالي يصل الى مساله التصويت على الثقه وفقا. هذا هو مش موضوع جدال او مش موضوع نقاشنا في هذا الموضوع. احنا الموضوع الاساسي الذي ورد انه هل يحق للنائب استجواب رئيس الوزراء
أم أنه اقتصر هذا الحق فقط على النائب بأن يستجوب الوزير المعني في هذا الموضوع؟ أنا أعود وأقول من خلال التفسير لنصوص الدستور مجتمعة أجد أن رئيس الوزراء يأخذ صفة الوزير فيما يتعلق بهذه المادة ويحق للنائب استجوابه وطرح الثقة من خلاله. تسمح لي أسألك سؤال؟ نعم. بوضوح عشان الناس عشان, نعم. عشان, نعم. عشان نعم. نرجع على السكة نعم. وحتى الناس برضو تكون نعم. أكثر وضوحا. نعم. أنت نائب واستجوبت أو طرحت سؤال على رئيس الوزراء. نعم. إجاك الرد، الرد لم يكن مناسبا نعم. بالنسبة نعم. لك نعم. فطرحت ثقة نعم. طرح الثقة برئيس الوزراء أو طرح الثقة بالحكومة؟ بالحكومة كاملة. ما هو إذا سقط رئيس هو طرح الثقة برئيس الوزراء طرح الثقة بالحكومة. كنائب واحد بيطلع له على سؤال باستجواب. نعم نعم هذا هو. أن يطرح الثقة بالحكومة. نعم نعم يا سيدي، وهذا الدور الرقابي الذي منحه إياه الدستور للنائب. تتفق مع ذلك؟ لا، مع الاحترام لأخي عبد المنعم أعتقد أنه هذا الكلام لا يتوافق مع الدستور. المادة 53 واضحة جدا لا لأنه المادة 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 من النظام الداخلي بتقول مع مراعاة أحكام المادة 54. ما هو هذا اللي بحكيه أنا إنه هناك خطأ. ما هذا اللي بقوله أخي عبد المنعم. نعم. أخي عبد المنعم هذا اللي بحكيه أنا إنه الخطأ بالنظام الداخلي إنه ذكر مع مراعاة المادة 54، وأنا أعتقد المشرع ونحن في مجلس النواب كنا نعني المادة 53 يا سيدي. المادة 54 لماذا أخي الكريم؟ نعم. لماذا؟ لأنه النظام القديم قبل هذا النظام كان يقول مع مراعاة المادة 54. نعم. ولكن قبل تعديلات الدستورية التي جرت في 2012 كانت المادة 2011 ماذا كانت تقول المادة 54؟ كانت تقول بأنه تعقد جلسة ثقة بالوزارة أو بأي وزير منها إما بناء على طلب رئيس الوزراء وإما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن 10 نواب من أعضاء مجلس النواب. طيب. لما عدل الدستور المادة اللي بعديها لا المادة اللي بعديها تتحدث يا سيدي ما فيش مادة. المادة اللي قبليه كانت تطرح ثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب، فإذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بأكثرية ثلثي الأعضاء يا أخي اختلف الترتيب يا سيدي. يا أخي اختلف الترتيب كاملا. نعم نعم. لا لا ترتيب نصوص المواد. فهلا لما هذا اللي أنا هو هذا اللي بقصده، عندما اختلف ترتيب النصوص والمواد كان الأجدر بمجلس النواب بدل ما يقول مع مراعاة أحكام المادة 54 كان يجب أن نذكر نحن في النظام الداخلي مع مراعاة أحكام المادة 53 و 54 سيدي. عندما أغفلنا المادة 53 اعتقد النواب أنه يحق له للنائب الواحد أن يطرح ثقة، وهذا أمر مخالف للمادة 53 حيث واضح المادة 53 بأنه بالفقرة واحد. معلش يا إذا سمحت لي المادة واحد تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي طيب. وزير منها إما بناء على طلب طيب. رئيس الوزراء وأما بناء على طلب موقع من 10 نواب. نتحدث في المادة 53 عن المذكرة النيابية. نعم. مش هيك؟ اللي هي بها توقيع 10 أعضاء. بدها توقيع 10 أعضاء. هذا السؤال. فاستجواب فطرحوا للثقة كويس. يعني أنا سألت سؤال لحظة أنا يعني بدل من النواب يعني هي كيف بدل من النواب أنه يروحوا يوقعوا بس مذكرة أنه بدي أنا أطرح الثقة في الحكومة هيك مش عاجبني مثلا أدائها، بينما هذه باب، لكن الباب الثاني اللي مقصود من خلال الأسئلة أو الاستجواب أنه بعد ما يصير تحقيق مع الوزير بناء على عدم قناعة المستجوب لقرار الوزير أو لجواب الوزير يأخذ هذا الاستجواب كمدخل له لإقناع مجلس النواب بطرح الثقة بالحكومة، ولكن عليه أن يأخذ 10 توقيع يأخذ 10 توقيع ويطرح الثقة بالحكومة بموجب أنه والله هذه الحكومة أو هذا الوزير قصر في الاستجواب كذا كذا كذا. سيدي سيدي المادة فضل. المادة اللي بين أيدينا واضحة وهي المادة 135 فقرة واو تقول للمستجوب إذا لم يقتنع برد الوزير أن يبين أسباب عدم اقتناعه وله ولغيره من النواب طرح الثقة بالوزارة استنادا مع مراعاة أحكام المادة 54 من الدستور. المادة 54 من الدستور بتقول تطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب، إذا قرر مجلس النواب عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليه أن تستقيل. هذه هي المادة 54 التي ربطت بأحكام المادة فقرة واو من المادة 135 من الدستور، وهذا باعتقاد هو ليس موضوع الحلقة، يعني هو موضوع الحلقة كان
استجواب. نعود إلى الفكرة الرئيسية التي انبثقت من هذه الحلقة، وهو هل يجوز استجواب رئيس الوزراء عن إسوة بباقي الوزراء. أعود وأذكر أنه بالنظام عدت إلى النظام الداخلي لمجلس الأعيان، حيث وجدت بالنظام الداخلي لمجلس الأعيان مادة 94 مجلس الأعيان، الاستجواب هو محاسبة رئيس الوزراء والوزراء. إذن مجلس الأعيان، فإذا أنا بدي أقول أنه أنا الوزير، كلمة الوزير الواردة بالمادة 66 من الدستور لا تنصرف إلى رئيس الوزراء، معناته النظام الداخلي لمجلس الأعيان مخالف الدستور. مادة 94 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان، الاستجواب هو محاسبة رئيس الوزراء والوزراء أو أحدهم على تصرف له في الشؤون، هذا في شأن الشؤون العامة. نعم، لا هذا لا. منطبق وانسجام مع الدستور، وذكر هذا النظام الداخلي صدر استنادا لاحكام الدستور واستنادا لاحكام الماده 96 من الدستور التي اعطت لحق النائب والعين استجواب وتوجيه سؤال واستجواب الى رئيس الوزراء او الوزير، وبالتالي هذا قطع يعني لكل الدعوات او كل الاسئله التي تقول انه لا يجوز توجيه السؤال الى رئيس الحكومه، ولان الماده 96 جاءت بلفظ الوزير ولم تاتي بلفظ رئيس الوزراء. يعني انت 96 الى الوزراء، انت مصر ان كلمه وزراء تنصرف على الوزراء والا اصبح رئيس الوزراء محصنا بهذه، اذا 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 لم تنسحب بهذه الطريقه اصبح رئيس الوزراء محصنا وغير قابل لا للسؤال ولا للاجواب وخارج هذا، وبالتالي كذلك اذا 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 لم اذا لكم سؤال شعبي بين الناس. نعم، انتم مره الدستور يؤخذ حرفيا، مره روح الدستور، ومرة تفسير الدستور، ومرة بدنا نأخذ متكامل، ومرة العرف الدستوري. أي والله حيرتونا. لا يا سيدي، هذا احنا هذا يعني شوف علي اخ محمد، عدم الفهم الواضح لنصوص الدستور يعني هذا يخلق باب الاجتهاد، لكن الدستور واضح والتفسير الدقيق لنصوص أحكام المادة 96 من الدستور واضحة الدلالة أنها انصرفت لتعطي لفظ الوزراء لتنطبق على أحكام على ما يحق ما ينصرف على الوزير ينصرف على رئيس الوزراء، وإلا إذا استثنينا أن كلمة الوزير الواردة بالدستور لا تنصرف على رئيس الوزراء لكنا استثنينا الوزير رئيس الوزراء من عدة أحكام، منها أنه اشترطنا الجنسية بالوزير أنه يكون جنسيته أردنية، وإلا يعني هل يعقل أن يكون رئيس الوزراء وبالتالي محاكمة الوزراء تعاقده مع المؤسسات والدوائر الحكومية لا يحق للوزير، بالتالي ما ينصرف على الوزير، وجاء لفظ الوزير في مواد عديدة من الدستور ليشمل رئيس الوزراء والوزير، وبالتالي هذا تفسير دقيق. طيب، ينسجم مع روح مواد أحكام. تعليقك مهندس حديثة. سيدي، أنا بداية أقول بأنه رئيس الوزراء والوزارة كحكومة ليست بعيدة وليست محصنة عن محاسبة مجلس النواب، ممكن ليست في المادة 96 بالنسبة لرئيس الوزراء، لكن ممكن أن يحاسب بكل سهولة من خلال جلسة المناقشة العامة وطرح الثقة بالحكومة من خلال مادة 53 من الدستور. يعني دعونا يعني رسالة تكون واضحة للشارع الأردني بأنه رئيس الوزراء ليس محصن أبدا من المحاسبة على الإطلاق. الخلاف على أنه هل يسأل هل يستجوب، طيب إحنا بنحكي عن رئيس وزراء ووزراء، مجلس الوزراء من ماذا يتشكل؟ بموجب الدستور من رئيس الوزراء وعدد من الوزراء. طيب، كل وزير معني بإدارة شؤون وزارته ومسؤول أمام مجلس النواب عن سياسة عن إدارته وسياسته في وزارته، والحكومة مجتمعة متكافلة متضامنة أمام مجلس النواب بالمسؤولية والمحاسبة أمام مجلس النواب بموجب نصوص الدستور. ليش أعتقد أنا أنه استجواب رئيس الوزراء قد لا ينطبق على رئيس الوزراء ما ينطبق على باقي الوزراء؟ لأنه رئيس الوزراء قد لا يكون مكلف بعمل مباشر، كل وزير مكلف بشؤون وزارته، بينما طيب. رئيس الوزراء هو رئيسا لمجلس الوزراء ويمثل الوزراء في المخاطبات العامة ويرأس جلسة مجلس الوزراء. الآن ممكن تيجي تحكي لي أنه ممكن رئيس الوزراء يفرض سيطرته أو سياسته على وزير،
طيب حق للوزير، وحصلت دائما بتاريخ الدولة الأردنية أنه وزراء يقدمون استقالتهم لعدم توافقهم مع سياسة الوزارة أو الحكومة التي يكونوا أعضاء فيها. وجهة نظرك أنه كل وزير مسؤول عن وزارته؟ نعم. فالرئيس لما يطرح فيه الثقة يجب أن تطرح فيه أو أن يتم استجوابه أو سؤاله، الأصل أن يوجه هذا السؤال للوزير المختص والمعني. فيما يتعلق بس ذكر سعادة الزميل بس إذا سمحت لي، فيما يتعلق أنه يعني رئيس الوزراء طب كيف ممكن لا يكون أردني، ممكن أنه يسوي عقود، صحيح وارد، لكن أعتقد أنه من سنة 71 تقريبا حسب قراءاتي البسيطة أنه دائما رئيس الوزراء هو مكلف أيضا بحقيبة أخرى وهي وزير الدفاع. طيب إحنا قضية وزير الدفاع، لأنه إحنا يعني هذا الموضوع كثير عرشتوا عليه وذكرتوا، وإحنا خلينا نكون واضحين، وزير الدفاع ممكن هذا الموضوع ينتهي في أي وقت لأنه في وزارة الدفاع الآن لها قانون وما إلى ذلك. راح أرجع لهذا السؤال وأسئلة أكثر، كل ذلك بعد فاصل قصير. قبل الفاصل فقط أذكر بالنسب الأولية لسؤال شارك الليلة عبر تطبيق رؤية، والسؤال يقول: هل تعتقد بحق النواب باستجواب رئيس الوزراء والنسب الأولية 87%؟ نعم، 13% لا. بعد الفاصل نواصل، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مستمرون بحوارنا وضيوفنا الكرام، وأذكر من جديد بالنسب الأولية لسؤال شارك ليلى عبر تطبيق رؤية، والسؤال يقول: هل تعتقد بحق النواب باستجواب رئيس الوزراء والنسب الأولية 87% نعم و13% لا؟ قضية وزير الدفاع أسامة بن منعم، عشان نكون واضحين في الحقيقة يعني لأنه هذا ممكن لا يا سيدي. طيب. هو يعني هذا هو فعلا رئيس الوزراء هو وزير الدفاع، هناك حوالي 55 مؤسسة في الدولة تتبع إلى رئيس الوزراء. لا يا سيدي. لا فيه 19 ل 20 باقية تخلصوا مع الدمج. لا باقية باقي المؤسسات ال 55 باقيات لوزارات أخرى. هنالك رئيس الوزراء هنالك 19 وزراء بشكل مباشر مؤسسة. بشكل مباشر يعني خلينا نقول قرار تعرفة المياه، هذا قرار تعرفة المياه اللي صدر هو بناء قرار مجلس الاستجواب، هو قرار مجلس الوزراء، وبالتالي المسؤول مسؤولية مشتركة. عندما يكون القرار قرار مسؤولية مجلس الوزراء مسؤولية مشتركة، أنت بدك تستجوب المجلس الوزراء كله ولا تستجوب الرئيس؟ فبالتالي من هنا تنشأ إيش المسؤولية المشتركة، وبالتالي بس تحقق الغاية والهدف من التفسير الدقيق للمجلس. اسمحوا لي بس تسمع يعني موضوع تسعيرة مياه يعني هي متعلقة بأمر عام، يعني ممكن تناقش من السياسة عامة، مش تناقش من خلال استجواب. الاستجواب هو اجراءات اخي عبد المنعم، اجراءات تحقيق لماذا كذا لماذا كذا، لكن ما بدك تناقش موضوع تسعيرة مياه، هذا موضوع سياسي عام او شأن عام اخر يناقش من خلال جلسة مناقشة عامة. راح اسمع جوابك على هذا السؤال لاحقا، بس مش كل قانون في نهاية في رئيس الوزراء والوزراء معنيون بتنفيذ احكام هذا القانون. خليني بس اسمع اجابتك على هذا الموضوع بعد ما ارحب بداية بمعالي النائب عبد الكريم الدغمي. مساء الخير معليك. مساء النور معليك. قضية يعني كان لك مداخل اليوم في مجلس النواب والحديث عن استجواب رئيس الوزراء، الحديث عن القانون والدستور والنظام الداخلي في كل ذلك أين يصب؟ سيدي مساء الخير عليك وعلى ضيوفك الكريمين زميلي العزيزين. مساء الخير الأستاذ عبد المنعم والأستاذ حديثة. أنا أدليت بمداخلة بمرافعة مكتوبة، وكنت رجعت إلى مراجع فقهية وقانونية. نعم. والموضوع إذا فقط يعني أنا اللي تطرقت له أنه هل يجوز استجواب رئيس الوزراء أو توجيه السؤال له أم لا يجوز، وخلصت إلى نتيجة أنه يجوز استنادا لبعض المبادئ اللي ذكرها عندك الأخ عبد المنعم، واستنادا لطرق التفسير المعتمدة بالقانون. يعني حقيقة مع الاحترام لكل الآراء التي قيلت، لا يجوز أن يتصدى لتفسير النصوص القانونية بشكل عام، سواء الدستور أو لا. الدستور هو قانون بس هو سيد القوانين. نعم. ففي بكتب الفقه مكتوب أنواع التفسير وفي طرق التفسير، وهذا موضوع طويل وكبير ومكتوب فيه بالفقه يعني عم يعني إذا بدي أرجع أقرأ لك بدي ساعة، بدي حلقة لحالي وأنا بقرأ لك عن طرق التفسير، الاستنتاج من باب أولى، الاستنتاج عن طريق مفهوم المخالفة، تقريب النصوص من بعضها،
وفي عندك طرق التفسير الداخلية وطرق التفسير الخارجية. طرق التفسير الداخلية الاستنتاج عن طريق القياس، وعندك بطرق التفسير الخارجية الرجوع للأعمال التحضيرية، الاستعانة بالمصادر التاريخية، الرجوع إلى حكمة النص واتحاد العلة. يعني لا يجوز التصدي ببساطة، مع الاحترام بكل ما قيل حول تفسير هذه النصوص. نعم. لكن أنا الحقيقة ما كنتش حاضر الجلسة اللي أثير فيها أنه لا يجوز استجواب رئيس الوزراء. لا يجوز استجوابه الرئيس لما التقط الموضوع. أنا يعني ما همني الأراء التي قيلت في المجلس، أراء زملائي بجوز أقعد أنا وياهم في مكتب في قاعة وبنتناقش وبنقنع بعضنا يعني نتحاور مع بعضنا، لكن لما الرئيس التقط الموضوع وصار يستدل من نصوص الدستور على أنه في نصوص بتقول رئيس الوزراء والوزراء وفي نصوص بتقول الوزراء. نعم. طيب إذا بدي أقبل أنا هذا التفسير بهذه البساطة وبهذه الطريقة، واللي مكتوب عليه هنا في كتاب فقه قدامي قاعد أقرأ منه لأحد العلماء المصريين للدكتور عبد المنعم فرج الصدى وهو عميد الفقه المدني المصري، بيقول هذا اسمه فساد الاستدلال. يعني الدستور يؤخذ كله، لا يؤخذ نص ويجتزأ ويفسر. الدستور روح. يعني أول شيء قبل ما أكمل هاي معترضة، بدي أعترض على طرح الموضوع للتصويت للجمهور أنه هل توافق على استجواب رئيس الوزراء أو لا توافق. مش هيك القصة، القصة في أحكام دستورية يا أخي محمد. نعم. والأحكام الدستورية هاي تفسر كوحدة واحدة وكمجموع واحد. هذا دستورنا، هذا هو اللي بيقرر حرياتنا وبيقرر حقوقنا وبيقرر حقوق الملك وبيقرر كيفية نظام الحكم في الدولة وبيقرر ما هي حقوق النواب، ما هي حقوق الوزراء، ما هي يعني كل حقوق الوزراء، كيفية الاستجواب. طبعا أي شيء وارد فيه ورد بالنظام الداخلي بتوقف قراية النظام الداخلي وبتنتقل فورا للدستور لأنه السيد. نعم. وهو اللي بيعطي الأحكام. النظام الداخلي منصوص عليه في المادة 83 يضع كل من المجلسين أنظمة داخلية للضبط وتنظيم إجراءاته. يضع كل من المجلسين أنظمة داخلية لضبط وتنظيم إجراءاته فقط لا غير. أما إذا يعني إذا ناقلين نص بالدستور على النظام الداخلي وبنقول هذا النص والله ما في استجواب رئيس الوزراء، هذا كلام يعني مثل ما قلت اليوم يسمى بالتفسير، بفقه التفسير، مش أنا اللي بسميه، بسموه الفقهاء فساد الاستدلال. إجا الرئيس، أنا آسف إني بطول بس لابد من الشرح. إجا دولة الرئيس وقال نعم لو أراد المشرع لا نص على رئيس الوزراء، لا، واستدل من نصوص الدستور على أن رئيس الوزراء والوزراء رئيس. طيب إذا بدي أخذ، وهذا اليوم قلته في مرافعتي ومداخلتي في المجلس، لو بدي أخذ استطرادا لرأي رئيس الوزراء إنه النص الدستوري اللي ما فيه كلمة الرئيس والوزراء، رئيس الوزراء والوزراء، لا ينطبق على رئيس الوزراء، بطلعوا من الحصانة اللي مقرر للوزراء فيما يتعلق بالمحاكمة والتحقيق. احنا ليش حطين، ليش الدستور يعني، ليش المشرع الدستوري حط هاي الحصانة للوزراء حتى ما يروحوا الناس يشتكوا عليهم في المحاكم وعطلوهم. فقال انه مجلس النواب باغلبيته المطلقة هو اللي بقرر التحقيق معهم في النيابة العامة او بقرر عدم التحقيق معهم في النيابة العامة. واضح. طبقا لتفسير رئيس الوزراء انه ما في نص على الرئيس فيها، بيقول يحاكم الوزراء. واضح. يعني ارجعوا لي للمادة 55 و56 اخواني الكريمين اللي عندك. نعم. بتقول الوزراء ما بتقول رئيس. اذا هل نخرج رئيس الوزراء من هذه الحصانة؟ هل نسمح بالشكوى عليه في المحاكم مباشرة من المواطنين؟ واضح تماما المقصد. ما ذكر الأخ عبد المنعم، هل مكتوب أنه لا يجوز أن يحمل الوزير جنسية ثانية غير الجنسية الأردنية؟ مش مكتوب رئيس الوزراء، هل يعني أنه الرئيس مسموح له؟ طيب
معالي ابو فيصل بدك تعذرني انا وقتي عم بنتهي. 326 تناط السلطه التنفيذيه بالملك ويتولاها بواسطه وزرائه وفق احكام هذا الدستور، مش مكتوب رئيس الوزراء، مكتوب ويتولاها بواسطه وزرائه. هل الرئيس خارج هذه المجموعه خارج وزرائه؟ هذا كلام يعني لا يجوز. بدك تاخذ اتحاد العله في هذه النصوص، ما يسمى بالفقه اتحاد العله. لا يجوز ان يتصدى يعني للتفسير مع الاحترام الكامل الا مع الفيصل. انا وقت انتهى فاعذرني اشد العذر. صحيح خلصت انا. تفضل. المحكمه الدستوريه اليوم ناس بيقول لك المحكمه الدستوريه الوحيده لها حق تفسير احكام الدستور. لا، والفقهاء لهم حق تفسير الدستور، والخبراء لهم حق تفسير الدستور في الراي، لكن كراي ملزم لا يلزم الدوله الا تفسير المحكمه الدستوريه. صحيح، بس هذا لا يمنع انه فقهاء القانون يفسروا وانه المحاكم الثانيه تفسر. نعم. اذا لم يكن هناك واضح جدا موجود من المحكمة. اشكرك كل الشكر. اشكرك كل الشكر عليك وعلى زميلي الفاضلين. شكرا معالي ابو فيصل. طيب اسمع تعليق اخير منك، وتحديدا موضوع المحكمة الدستورية، وحتحوله فعلا سؤال يعني. لا يا سيدي، انا متفق يعني في اتفاق وتطابق يعني مع بينك وبين ابو فيصل، استاذنا الكبير معالي ابو فيصل حول هذا الموضوع. وباعتقادي انه انا باعتقادي انه هذا الجدل الذي اثير حول هذا الموضوع وحول فهم النص المادة 96 لا يستحق كل هذا العناء وكل هذا الجهد. التفسير واضح ولا يحتاج أن تذهب فيه إلى المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى ذلك الأعراف البرلمانية التي استقرت منذ أمد طويل استقرت على هذا التفسير وعلى أنه يحق للنائب استجواب رئيس الوزراء واستجواب الوزير المعني. وبالتالي أخي أنا ضد الذهاب المتكرر لطلب التفسير. واضح. إذا ذهبنا في كل قضية إلى المحكمة الدستورية أصبح هذا الدستور، استهلكنا الدستور وأصبحنا بحاجة إلى دستور جديد. إذا بدنا نفسر كل مادة بالدستور أصبحنا إحنا الدستور من خصائصه المرونة وقابليته للتطبيق في كل مكان وكل زمن. جميل جدا. أسمع وجهة نظرك أخيرا. سيدي وجهة نظري أعتقد بأنه كان ومن السهل جدا حتى الآن أن نخرج من هذا الجدل بقضية واحدة فقط، وهو أن يعدل أو يفهم أو يعدل النظام الداخلي فيما يتعلق ب الدستور أهم مراعاة أحكام المادة الداخلي. مش هيك؟ نعم نعم إذا سمحت لي. الدستور هو الأساس، ولذلك يجب أن تتوافق نصوص أي قانون أو أي نظام مع أحكام الدستور، ولا يجوز أن تخالفها بأي شكل من الأشكال. وبالتالي باعتقادي بأنه ورود كلمة مع مراعاة أحكام المادة 54 في موضوع طرح الثقة هي التي سببت كل الإشكال الذي نحن به. وأعتقد بأنه إذ يعني بقناعة بعض الزملاء أنه نائب واحد يستطيع أن يطرح الثقة في الحكومة أو في أي وزير من الوزراء هذا خطأ ومخالف للدستور. سيدي سيدي نعدل سيدي النظام الداخلي بإضافة طيب أحكام المادة 53 في 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 هذه في طيب هذا الفصل، وكذلك الأمر في قضية المناقشة العامة أيضا مذكور مع مراعاة أحكام المادة 54 بهذا الموضوع. النظام الداخلي وجاء بتعريف الاستجواب كما ينسجم مع المادة 96 من الدستور، ما فيه مشكلة. وإذا اختلفنا نحن نرجع إلى مرجعيتنا وهو الدستور، وهو الدستور لنفهم ولنتوصل ما هو الدستور وما دلالة لفظ الوزير الذي جاء الحكم والفيصل دائما. وبالتالي أنا باعتقادي الموضوع منتهي والجدال منتهي ومحسوم. أشكرك وأتوقع اللي تقدم فيه اليوم مع أبو فيصل يعني حسم. طيب انا بدي اشكركم كل الشكر ضيفي الكريمين، شكرا جزيلا لكما. النسبه النهائيه لسؤال شارك ليلى عبر تطبيق رؤيه، والسؤال يقول: هل تعتقد بحق النواب باستجواب رئيس الوزراء؟ النسبه النهائيه 85% نعم و15% لا. الى هنا اذا نكون قد وصلنا نهايه حلقه الليله من نبض بلد. رؤيه كما عهدتموها كانت ولا تزال، واستبقى دائما معكم منكم واليكم. نلتقي غدا، تصبحون على الف خير. شكرا سيدي.